يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. مازالين مع موضوعنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا، واللي هو على المحاربة ضد الأمراض اللي تيمكن يتسلطوا على زراعة الحبوب. والبارح بدينا نتكلموا على اشنو تيديروا هاد الامراض من ضياع وخساره في زراعه الحبوب ديالنا الا ما راقبناهمش وما حفظناش الزراعه ديالنا منهم. واليوم ارانا نشوفوا اشنو هي مختلف انواع ديال الامراض وفين يمكن لها تضرب الزراعه. من هاد الامراض غادي نقسموا ثلاثه ديال الانواع بالاساس. اولا الامراض اللي تضرب الزراعه في القصبه ديالها، اي كما تتسمى امراض الجلد ديال الزرع، وهاد الامراض فات عليها دابا الفوت باش نرجعوا لها. الأمراض اللي تضرب الورقة واللي هي كثيرة ومتنوعة، وتتبان هاد الأمراض بسهولة بمجرد ما ندوزو في الزرع، لأنها تتلون الحوايج بواسطة الكويرات الصغار ديال الجراثيم ديالها، ومن اللي تقبض في الزرعة تيصفروا لها ورقاتها وتيبسوا إلا ما تداواوش. كذلك الأمراض اللي تضرب السبولة نفسها وقت يبدا يتكون الحب ويبدا يتمر، لكن غالبا ما تتكون هاد الأمراض هي نفس الأمراض اللي كانت في الورق من قبل. وهذا التقسيم اللي درناه ما هو إلا باش نسهلو الفهم، وهذا علاش رجعنا لهاد الأمراض وقسمناهم هاد التقسيم هذا من بعد ما دوينا عليهم والبارح بحال هاد الوقت. ملاحظة اليوم. تكلمنا كثير على الأهمية ديال الدورة الزراعية في الفلاحة العصرية، وفسرنا كل مرة علاش ومناش تجي هاد الأهمية ديال الدورة الزراعية، لا بالنسبة للأرض ولا بالنسبة للفلاح. ولكن واش تعرف أخي الفلاح أن بالنسبة للتطور ديال الأمراض في زراعة الحبوب عندها أهمية كبيرة كذلك؟ علاش؟ ولأن العديد من الجراثيم اللي تتسبب هاد الأمراض تيمكن لها تبقى في التبن اللي بقى في الأرض من بعد الحصاد، وتسنى الطيوح ديال الشتا والندى والظروف المناسبة لها باش تستنف التطور ديالها وتقبض في الزرعة اللي غادي تجي من بعد في نفس البقعة. فإلا كانت هاد الزرعة اللي تابعة التبن حتى هي زرع، فالنتيجة والخطر ما كاينلاش نتكلموا عليهم. اللهم إلا الإنسان دار في حسابهم واستعد لهم استعداد مهم ومعقول، لا من ناحية اختيار دواء جيد ورفيع، ولا من ناحية العدد ديال المدويات اللي خاصو يكون على الأقل جوج ولا ثلاثة المرات. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.